السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر أحمد عبد النبي مدرس مادة الدراسات الاجتماعية من معهد الصف الأزهري. النهارده هنشرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى بعنوان مشكلة الزيادة السكانية في مصر. بيكلمني عن سبب مشكلة الزيادة السكانية. قال لي ان مشكلة الزيادة السكانية بتظهر عندما يزداد عدد السكان بنسبة اكبر من الموارد والخدمات المتاحة، يعني عدد السكان بيزيد عن الموارد. واداني مثال بيقول لي يقل نصيب الفرد من المياه كلما زاد عدد الاشخاص، فاذا كان لدينا 10 اكواب مياه يفضل ان تقسم على 10 افراد بدلا من 20 فرد. طب هي ايه اسباب مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة؟ قال لي اول حاجة الزواج المبكر. قال ان الزواج المبكر يتمثل في الزواج دون السن القانوني والانجاب في سن مبكر، يعني بتتزوج في سن صغير جدا. تاني حاجة قال لي كثرة الانجاب. كثرة الانجاب الناس بتخلف كتير. قال لي الكلام ده كله بيكون في الريف. تالت حاجة قال لي تفضيل الذكور عن الاناث ادى الى استمرار بعض الاسر في الانجاب حتى تنجب ذكرا. بعد كده بيكلمني على تحسين الرعاية الصحية اللي أدى إلى تراجع معدل وفيات الأطفال الرضع وزيادة متوسط عمر الفرد. دي أسباب مشكلة الزيادة السكانية. بعد كده بيكلمني على نتائج مشكلة الزيادة السكانية. قال لي ان المشكلة السكانية بتؤدي الى زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية ونقص نصيب الفرد منها، والضغط على الخدمات زي التعليم والصحة. يعني عدد السكان لما بيزيد قوي اكيد السكان بيحتاجوا الى غذاء اكتر وبيحتاجوا لمية اكتر، فكل ده بيؤدي لظهور مشكلة الزيادة السكانية. بعدين بيقول ان زيادة الطلب على فرص العمل مما يسبب عبئا على الدولة المصرية وزيادة النفايات وتلوث البيئة. برضو من مشكلات الزيادة السكانية اعاقة مشروعات التنمية بالدولة. بعد كده بيكلمني احنا ازاي نواجه مشكلة الزيادة السكانية. قال لي الفرد عليه دور. اول حاجة ضرورة ترشيد استهلاك كافة الموارد وتنظيم الاسرة، ان الاسرة ما تنجبش اعداد كبيرة من الاطفال. بعد كده بيكلمنا عن دور الدولة. قال لي الدولة عليها دور في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية. اول حاجة التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية، ان احنا لازم نوعي الشعب بخطورة المشكلة دي. تاني حاجة توفير وسائل تنظيم الاسرة ونشر الوعي باهميتها. تالت حاجة اصدار العديد من القوانين التي تجرم الزواج المبكر وعمالة الاطفال. رابع حاجة التوسع في مشروعات التنمية وبناء المدن الجديدة واستصلاح الصحراء من اجل اعادة توزيع السكان وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا. دلوقتي عندنا مصر بتعمل عاصمة ادارية جديدة، ليه؟ عشان القاهرة فيها تكدس سكان كبير، فعشان كده فكروا يعملوا مدينة جديدة عشان يكون في توزيع للسكان. بعد كده بيكلمني عن صحة الامهات. بيقول ان صحة الامهات هي امر مهم لصحة المجتمع ككل، ومع تحسن الرعاية الصحية وزيادة الفاصل الزمني بين الولادة والاخرى تتحسن صحة الاطفال وتنخفض وفيات الامهات، حيث ان النساء التي ينجبن في سن صغير وينجبن الكثير من الاطفال يكون عرضة للوفاة في سن مبكر. بعد كده بيكلمني يا ولاد على الزواج المبكر وعمالة الأطفال. قال لي يؤثر الزواج المبكر وعمالة الأطفال تأثيرا سلبا على اقتصاد الدولة وصحة الأطفال، عشان كده الدولة أو الحكومة أصدرت قوانين صارمة وطبقت عقوبات رادعة على كل من يساعد في الزواج المبكر أو عمالة الأطفال. وقال لي إن المادة 41 من الدستور المصري ده
كتاب في مجموعة من القوانين، اللي بيقتل مثلا ليه عقاب، اللي بيسرق ليه عقاب. فقال لي ان الدولة عملت في المادة 41 من الدستور المصري ان الدولة تلتزم بوضع برنامج سكاني يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في اطار تحقيق التنمية المستدامة. اخر حاجة بيكلمنا على تنظيم الاسرة، قال لي ان الدولة بتعمل على تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية صحيا واجتماعيا، ويتمثل هدف هذا المشروع في ضبط الزيادة السكانية وتنظيم الاسرة لتقليل عدد الاطفال في الاسرة الواحدة، مما يساعدها على تربية الطفل وتعليمه بشكل جيد والمحافظة على صحة الام وتقليل وفيات الاطفال من اجل الارتقاء بجودة حياة المواطن. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده.